النهاردة معانا الـ E200 بتاعت 21 أو بلغة مرسيدس الـ W213 الفيس ليفت. تعالوا نعمل لها تجربة قيادة وتسارع بس، هقول لكم ليه، يلا بينا. كل سنة وأنتم طيبين. عايز أقول لكم إن نون عاملة مجموعة تخفيضات كبيرة جدا بمناسبة الشهر الكريم بتوصل لحد 75%، وكمان في قلب رمضان بتبتدي من أقل من 64 جنيه، وتخفيضات على حاجة الفطار والسحور وكل حاجة تانية ليها علاقة برمضان. الحقوا العرض بسرعة، ما تنسوش تستخدموا الأكواد M Car، ماجد 10، ماجد 50، نون 20، نون 21، نون 22. يلا الحقوا العرض بسرعة. أول حاجة نبتدي بيها السعر. العربية دي تمنها قبل تحرير سعر الدولار 1,640,000، دلوقتي أنا معرفش. ليه قلتلكوا في الأول إن إحنا مش هنشوف العربية من جوه؟ لأني كنت قبل كده استعرضتلكم الـ E200 بالظبط زي دي، واخدة الـ AMG Pack وكمان التانية كانت واخدة الـ Night Pack في معرض، فشفنا كل المساحات ونظام الترفيه والجلد اللي من جوه وكل حاجة اتفرجنا. هنا هفرجها لكم بسرعة قوي من جوه، لكن التركيز أكتر على تجربة القيادة. طيب الـ W213 في الفيس ليفت، الـ E200 الأكثر مبيعاً في مصر، طول عمرهم الناس اللي بيشتروا الـ E-Class دايماً بيركزوا على الـ 200. ليه؟ لأنه بيحسوا إن دي أحسن قيمة مقابل سعر، وفعلاً العربيات الأعلى ممكن تحس إن أنت بتدفع أكتر، لكن بتلاقي إعادة البيع إيه؟ في النهاية بتلاقي الـ 200 هي اللي بتحتفظ بسعرها، ففي مصر دي الأكثر انتشار. مواصفة العربية ميد سايز إكزيكتيف سيدان، سيدان متوسط الحجم طبعاً، لكشري فخمة جداً. وهنا موتورها ال 2000 سي سي اللي بيولد 194 حصان و 320 نيوتن متر من العزم، واصلين على ناقل الحركة ال 9 جي ترونيك الناعم جدا. التعليق الامامي بتاع العربية دبل ويش بون، والخلفي مالتي لينك منفصل طبعا. طول العربية اقل شوية من 5 متر، وقاعدة العجلات اكتر شوية من 2.9 متر. كنا اتفرجنا على العربية قبل كده من قدام، بس تعالوا نراجع. طبعا الشبكة هنا اللي واخدة النجوم الكروم حلوة قوي، مع الخطوط الحلوة اللي في الكبوت اللي مرسيدس بتسميها الباور دومز. عربية شيك جدا. انا في رأيي المتواضع ان الفيس ليف ده شكله احلى من قبل كده. في ناس طبعا تقولك ازاي وازاي، انا في رأيي دي بقى شكلها رياضي اكتر كده واشرس يعني، تمام. ومن تحت صاحب العربية مركب لها البلاك باك من تحت، واخدين بالكم فيه كده السبليتر الصغير، شكله حلو قوي. وطبعا العربية كلنا عارفين شكلها كويس قوي، والانوار طبعا هنا كمان مالتي بيم LED، وزي ما انتم شايفين الدي تايم راننج لايت شكله برضو كالعادة مميز. وعشان تعرفوا انها سي كلاس، دايما في ايه نقطتين في LED من قدام. الاس بيبقوا فيهم 3 نقط زي ما شفتوا لو فاكرين العرض بتاعها، والسي بيبقى فيها نقطة واحدة، الاي وكده ما بقاش فيه نقط خالص، مش مهم دول. لو بصينا على العربية من الجنب، فطبعا حلو قوي الازاز الاسود والقوايم كمان السودة، واللي احمد صاحب العربيه عامله كمان هو مسود الحته دي كلها مع السقف اللي فوق الاسود، المنظر حلو قوي. دايما الكونتراست ما بين الاسود والابيض بيبقوا حلوين قوي، مع الجنوط كمان، الجنوط حلو قوي يعني، كل الالوان يعني الالوان متناسقه جدا مع بعض. زائد طبعا خط مرسيدس المشهور اللي بيحتفظوا بيه في كل عربياتهم اللي بيسموه الوان بو، اللي هو الخط الخفيف من هنا وبيجمد في البابين وبيضعف قدام، بيدي للعربية الشخصية بتاعتها المعروفة. زائد الباور دومز اللي باينة من كل زاوية وكبروهم في الجيل ده، فشكلهم بقى حلو قوي. وبرضو المراية هنا فيها كاميرا 360، وبرضو أحمد مسودها عشان تبقى عاملة زي النايت باك. وبرضو البيبان في العربية زي ما انتوا شايفين شفت. كاوتش العربية هنا الأمامي زي ما انتوا شايفين 245 على 35، 20 بوصة، كاوتش حلو جدا وكبير جدا، والبروفايل حد قوي ورياضي قوي طبعا، مع الجنط الجميل بتاع AMG، واخدين بالكم مكتوب عليه AMG. الجنط نفسه شكله حلو قوي، والديسكات كمان زي ما انتم شايفين كروس دريلد عشان تبرد اسرع، وبرضو الكاليبر مكتوب عليه مرسيدس بنز، شكلهم حلو قوي. الكاوتش الخلفي هنا برضو اعرض من الامامي بحبه حلوه جدا، هنا برضو 20 بوصه 275 على 30، بروفايل برضو شرس جدا وعرض كبير جدا للخلفي. من الظهر الفيس ليفت زي ما شفنا قبل كده اخذ تغيير كبير، برضو هنا الاناره الخلفيه شكلها حلو قوي مميزه جدا، انا شايف برضو شكلها احلى من الاولانيه. وهنا احمد برضو مركب لها البوتليت سبويلر اللي هنا الاسود اللي عامل كونتراست حلو قوي مع الجزء الاسفل. وهنا فتحات الشكمان زائفه بزياده وشكلها حلو، بس كانوا كملوا جميلهم، بس ما علينا كلنا عارفين ليه، عشان بيقولوا مفروض الانبعاثات وكده. وفي برضو حته كده ايه ديفيوزر صغير من تحت، وده منظر العربية من جوه، واخدين بالكم طبعا هنا فيها التريم اللي عامل زي الكاربون فايبر، مع عجلة القيادة الـ AMG الجديدة السودة الجميلة، والشاشتين الملضومين في بعض. الانتيرير ما تغيرش كتير غير في عجلة القيادة، وكنا استعرضناه كله قبل كده. وطبعا هنا MBUX الجديد
والحتة بتاعت التكييف اياها اللي بتطقطق شوية. ولكن بصوا برضو على الالوان والترم حلوين ازاي. وهنا طبعا الصوت بيرمستر، وكمان عندي هيدز اب ديسبلاي بيبين بيانات حلوة قوي اثناء القيادة. زائد برضو العربية فيها فتحة سقف بانورامية مقسومة على اتنين، وطبعا الجزء الامامي كله بيتفتح. ودي الكراسي بتاعت العربية، نابا لاذر، رياضية جدا، واللون كمان جميل. طيب انا واحمد عايزين نوريكم ازاي العربية بتقف لو في حد واقف وراها. فاحمد في العربية وانا واقف وراها زي ما انتوا شايفين كده. ارجع يا احمد، مشويش بس عليا. وقفت خالص، اخدتوا بالكم؟ كمان مرة يا احمد اطمنت، انا اعملها كمان مرة. بتقف خالص، رهيبة. ازيك يا احمد؟ ازيك يا مجد، ايه الاخبار؟ ذوقك حلو قوي، ربنا يخليك بجد. ربنا يخليك. الوانها رهيبة مع بعض، ما شاء الله، ربنا جميلة. ربنا يخليك، شكرا. عجبني جدا كمان زي الكربون فايبر ده، معمول حلو قوي. ما هو كان من الحاجات اللي كانت عجباني قوي فيها لما كنت باخدها كان الانتيريور اكتر من بره. كان في واحدة تانية من بره لونها مختلف، بس دي كانت عجباني اكتر يعني. ومعمول حلو بس طبعا بيطقطق برضه. سوري، مش بيسليك. والحته دي بتقطع شويه. تسليه. بس لا بس متن يعني. هو بص، هو الترم ده حلو قوي، مفيش شك. اللمعه بتاعته حلو قوي مع الهيدز اب ديسبلاي كمان يا جماعه، حلو قوي. يعني الهيدز اب ديسبلاي في العربيه دي حلو عشان في يعني كميه بيانات كتيره، فدي حاجه حلوه في العربيه قوي. هو ام بي اكس حلو قوي، يمكن دلوقتي بقى كعبه عالي قوي على بي ام دبليو، يعني بحس كده ان هو ايه بقى في حته تانيه قوي. اي درايف ما بقاش فيه كل حاجه دلوقتي، ده فيه كل حاجه، ده كده بس موبايل يعني. بص، اي درايف نزلوا فيه الجديد اللي هو شفناه في عربيات الكهرباء مؤخرا، ما شفناهوش لسه في مصر طبعا، بس احنا عرفنا ان هو نزل. بس برضه انتقدوه على انه مش بجوده ام بي اكس. ام بي اكس وبعدين ام بي اكس عدى قوي الصراحه. طبعا العربيه زي ما انتم شايفين، لو مش شايفين لوحه العدادات فيها التنبيه من الخروج من الحاره، وفيها كمان البلايند سبوت اسيست. يعني العربيه فيها حبه حاجات فيتشرز حلوه قوي. احنا فاتحين التكييف على اربع درجات للمروحة عشان النهارده الجو حر، ممكن نخليها ثلاثة مثلا عشان ما حدش يقول لي العزل. انا هقول لكم العزل رأيي فيه بصراحة، انتوا عارفين انا دايما بتكلم بصراحة. النهارده يوم هاوي نسبيا، مش اوحش يوم. بص، من يعني من 140 بيعلى، بس فعلا بيثبت، ما بيزيدش قوي. هو احسن من اللي قبل الفيس ليفت ده اكيد، مازال في طقطقه من جوه بس احسن من الفيس ليفت. وكمان لو قفلت الفتحات اللي من فوق بتزود طبقه، اكيد برضو بتحسن شويه يعني، عندك طبقه زياده شويه ممكن تقلل الصوت جوه الكابينه. هنا البروفايل بتاع الكاوتش والعرض الرهيب الخلفي مدي العربيه ثبات رهيب، يعني ما مش هتتكلم خالص. معانا تعليق العربيه برضو كعاده كل عربيات مرسيدس الاي كلاس تلاقيه مظبوط قوي. طبعا العربيه زي ما شفتوا وقريتها لكم دبل ويش بون، مقصات يعني من قدام، مش ماكفيرسون، مع انه كتير في العربيات دي ممكن تلاقيها ماكفيرسون. وكان زمان عندهم عربيات تلاقي التعليق بتاعها الامامي ماكفيرسون وده ما عيبهاش، ولكن الدبل ويش بون دايما في الملفات بيبقى رياضي اكتر كده، ايه، ومظبط اكتر زي ما تقول، ايه التعبير، ملموم اكتر زي بي ام دبليو يعني. وملمس عجله القياده حلو قوي، احساسها حلو قوي، عجله كده تخينه ويعني مظبوطه جدا. انا بحس انها كمان ما هياش رفيعه وملمسها حلو قوي بالجلد اللي فيها. يعني مرسيدس محدش يقدر يتكلم خالص على الانتيريورز بتاعتهم، بخلاف شويه الطقطقه اللي كانت في الجيل ده وما زالت موجوده. لكن غير كده بام بي اكس الجديد، ولو ناديت عليها وقلت هي مش عارف ايه هتروح طالعه على طول، انتوا عارفين القصه دي. لو قلنا لها اي حاجه حساسه قوي الست بتاعتهم، هي يعني مركزه قوي مع اسمها، فاي كلمتين هتلاقيها نطقت على طول. ومع ذلك نجرب. هي مرسيدس. I'm sorry. Can you say that again, please? ما قلتش اي حاجه، انا بس بلغيها مش اكتر. مسليه قوي في رمضان، ممكن تتسلى معاها جامد قوي وتقلش معاها يعني، هنشوف هتقول ايه. طب ماشي، نقول لها بجد. هي مرسيدس، set fan speed to 2. Okay.
هي مش موافقه غالبا. I'm sorry but I can't help you with it right now. مش راضيه. مش راضيه. ماشي ماشي. ممكن انا اكون اديت لها كوماند يعني الامر الصوتي مش مظبوط. اه هي مرسيدس تقول لايك بتديها على طول. ولو حد ضحك جنبك ما بتفهمش. ايوه ده الناس بتتريق عليا وبتاع يمكن بتحزز فيها عرق الماني ما تضمنش تروح بعد كده طالع ضرباك عادي برضو الالماني يعملوها. سواقتها حلو قوي طبعا مفيش شك حلو قوي. عربيه مريحه جدا و البروفايل ده ولو انه جريء جدا العشرين بس مش بتدبدب بفظاعه خالص بالعكس هو البروفايل نفسه اللي حاد لكن التعليق بتاع العربيه رهيب مريح جدا. طيب نحطها في المود اللي هي السبورت بلس. خليها في سبورت بلس. نقل الحركه 9 جي ترونيك يعني هايل زي الزبده ساعات بيتلخبط شويه صح؟ انت برضو كومفورت ساعات بيتفضل كتير اللي هو هنزل لك نقله نقلتين تاني فكر كده هنزل لك كام نقله دلوقتي عشان انت هتدوس قد ايه؟ بتحس ان عنده مشكله في الحساب انت في النقله كام وانزلك كام؟ لا هي مريحه قوي في السبورت العادي ده العادي مش خلاص انك تروح بيه مشاويرك انا بعمل كده فاهم اروح مشاوير بالسبورت العادي لان النقلات حلوه قوي وتحس انك راكب كده اي 300 مش اي 200 في الدوس الخفيف لا هو النانجي ترونيك في نقلاته عامه هايل يعني هو برضو ما فيش كلام عليه الصراحه يعني والثبات رهيب والركوبه كلها اي كلاس يعني دي حاجه هم حافظوا عليها من اول لما عملوها لغايه النهارده يعني رهيبه مريحه جدا وهو نفسه طبعا بيتجاوب حلو قوي برضو ال 9 جي ترونيك بالذات لما تطلب منه اداء يعني اللي هو الاداء الجامد يعني مع الحته بتاعت الهيدز اب ديسبلاي حلوه قوي اكيد مفيش شك. في شويه اصوات طقطقه برضه سامعينها من قدام خفيفه. خناقه. حاجات صغيره كده. احنا بس بنقول للمرسيدس عشان لما يعملوا الجيل اللي بعده 214 يظبطوا الحاجات دي. تالي هم يعني بقوا حساسين تجاهها بس يا رب. انا في رايي ان الفيس ليفت ده شاف تحسن في عزل الصوت الداخلي بالنسبه للي قبل كده كانت اعلى كمان من كده طبعا هي في منها موديلات بتنزل بالاكوستيك جلاس اللي هو الدبل ده ما فيش شك بيحسن قوي الصوت وبرده ممكن توصف يعني تطلبه في المواصفه بتاعت العربيه وطبعا اكيد اغلى في السعر. عجلة القيادة مع الملفات مع مفيش اندر ستير خالص حلوة قوي بص انا ماسكة نفسها ازاي على اخر الملف خالص واخدين بالكم يعني مفيش اي اتجاه انها ترميني بره طبعا كل ما بتزود في عربية دفع خلفي كل ما هي بتدخلك اكتر جوه الملف حتى لو هي ممكن تقولوا عليها كانت البالانس بتاعها نيوترال يعني ايه نيوترال يعني هي في النص لا اندر ولا اوفر ستير لكن لو حبيت تدي لها شعرة اوفر ستير هتدي لك هي الاوفر ستير من ورا وحلوه لان دايما يعني بتدي لك كده نوع من الاطمئنان وانت داخل على ملف وانت متهور يعني كنت داخله على 100 والعربيه ما زالت محافظه نفسها مش عايز ترميني خالص بره. طبعا مع الكاوتش العريض جدا اللي ورا والقدام اكيد كل الحاجات دي برده مفروغ منها. تعليقات ايه؟ صوت الهواء بتاع التكييف لما بيزيد على مروحه عاليه بيبقى عالي قوي برده مش زي الياباني هم لغايه النهارده مش عارفين يجيبوها زي الياباني هو التكييف طبعا بيسقع وهايل وممتاز مفيش حد هيتكلم عليه اكيد خالص لكن ال صوت الهواء اللي طالع منه زياده جدا. هحلل لك بقى في الموضوع ده بايه؟ لما يكون عامل موبايلك كونكتد على البلوتوث تيجي ترد عليه يروح موطي لك التكييف. اه بجد؟ اه والله هم عارفين ان هم عارفين بس سايبينه برضه ما اعرفش ليه ما هو بعد كده هيعملوا بقى الجيل اللي هو ايه بيعملوا فيه الفتحات اللي بيسموها الديفيوزد شفناها في مين بقى تصور مين التوسون الجديده اللي هي تلاقي فتحات التكييف رفيعه جدا وفيها خروم كده عشان الهواء بيطلع يا دوب من قدها وساقع ودي فكره حلوه قوي بتخلي صوت التكييف مش حد جوه الكابينه يعني لكن برضه يا جماعه احنا بنتدلع الصراحه دي كلها حاجه دلع يعني عربيه مريحه يعني نتنقوز بنحاول نطلع لكم عيوب لكن مجملا انا شخصيا شايف ان العربيه دي شكلها اتحسن رغم ان ناس كتير قوي تختلف معايا في الحته دي انا بشوف العربيه دي شكلها بقى احلى قوي اي نعم بقوا شبه بعض قوي الاي والسي والاس زي ما شفتوا دي واحده من الانتقادات الاكبر للماركه كلها حتى لو كان الثلاثه شكلهم حلو قوي بس ما بقاش في تمييز جامد قوي يعني لازم تركز كده انا قلت لكم طبعا الطريقه الغش المشهوره اللي هي فيها كام نقطه في ال LED من قدام لكن بقت
يعني يمكن دي انتقاد بالذات بعد اللي عملوه في السي. السي بقت الله دي بقت إيه؟ بقت اي وكمان لانها كبرت فكمان تلخبط في الابعاد. انا يعني بتلخبط فيهم. انا راكب مرسيدس وبشوفهم كده. انا كمان ساعات يعني واحده فيهم بقى اي ولا سي ولازم اقرب بقى تلاقي العربيه تفرمل ولا حاجه زي ما شفته. زي الراجل ده ما فرمل فجاه ما تفهمش ليه يعني قرر يفرمل فجاه على الملف غالبا العربيه عملت معاه اندرستير عشان يكرر وهيتقلب خلاص دلوقتي وكان داخل على ملف التهور قوي. طيب تعالوا نعمل تجربه التسارع ونشوف. طيب تعالوا نعمل تجربه التسارع. انا بتخيل انها تعملها في اقل من 9 ثواني. تعالوا نشوف. انا قافل الثبات الالكتروني رجلي على الاخر خالص. لا يمكن تبقى احسن من انا متخيله. 7.93 فعلا اقل من 8 ثواني. برافو. تعالوا نشوف الربع ميل. انا بس اللي اعمل الحاجات دي يا جماعه. الربع ميل 15.63. زي ما شفتوا العربية اتسرعت اقل شعرة من الثمان ثواني كان توقعي اكتر شوية بس هي فعلا ما يعني تمام حلو تسارعها. طبعا ال 300 اكيد اسرع لو قارنته اكيد اسرع. طبعا ال 58 حصان الزيادة اللي فيها بفرقين ويمكن العزم من 320 ل 370 فرقين شوية لكن الناقل الحركة الناين جي ترونيك ناقل حركة هايل ممتاز جدا في كل الظروف ما عدا ساعات زي ما انتوا عارفين كده ايه يعني بيجيله شوية لخبطة في الاعصاب. غير كده عربية كلها من جوه بريميوم جدا وذوق احمد في توصيف العربية بجد خليك اتفضلها ذوقك جميل. لا لا الالوان خلطة الالوان كلها من جوه ومن بره حلوه جدا. فرامل العربيه والامان زي ما شفتوا احمد كان عايز يهرسني بس فشل مرتين. ايوه عايز تعرف حد بتعرفه والله يعني انا عايز اوظف معاد صاحبي. ازاي تقلق يعني لو انت شايف العربيه راجعه عليك لازم يبقى عندك ثقه جامده قوي في احمد زائد مرسيدس يعني. لا بس طبعا هم جامدين مفيش حاجه. وطبعا انا عارف عربيات كتير قوي بتعمل الحركه دي. انا عارف في واحد منكم عارف يقول لي كل لسته العربيات. انا مش بجادل بس ان انت تجربوها بنفسكم بتبقى فيها شويه جرأه برضه. ومع مرسيدس هتبقى مستريح اكتر يعني معلش برضو خلينا نبقى واضحين في الحته دي. عربيه جميله جدا مفيش اي كلام يتقال عليها والفيس ليفت بالنسبه لي حلاها جدا. يعني احنا فاهمين ليه هي عربيه مهمه وليه بتبيع في مصر وفي بقيه اسواق العالم لانها كويسه جدا في كل حاجه بتعملها. لو قارنتوها بال 520 ال 2000 سي سي يمكن تلاقوا ال 520 اسرع شعرة صغيرة وأداء رياضي شوية أكتر منها. التعليق بتاعها بيبقى أنشف أكيد. دايما هم مقسمين الكيكة يا جماعة يعني عارفين إحنا هناخد الراحة أنتوا هتاخدوا شوية الأداء الرياضي وأودي هنبقى في النص عشان نبقى إيه كلنا هم مقسمينها من زمان قوي. وأي واحد كان عنده بي إم دبليو زي أحمد مثلا هو بيحب بي إم دبليو جدا عشان ما حدش يقول لي إن أنا متعصب لبي إم دبليو. أنا بحب المرسيدس برضه ما عنديش مشاكل يا جماعة. هيبقى عارف الفرق ده كويس قوي. عجلة يعني هي الاي طبعا عربية جديدة كبيرة ومعمولة للقيادة الأعقل تمام لكن هتلاقي بي ام دبليو فيها سنة كده ايه لعب اكتر شوية فيها حدة اكتر شوية بيعملوا الاثنين شوية هما بيعملوا السبورت قوي وبيعملوا اللي تمشي برضو بيها بالراحة شوية تبقى مبسوط برضو فيها بس هنا بالراحة قوي حلوة يعني هنا احلى بكتير بصراحة هنا الراحة اعلى كتير يعني بس مفيش كلام تاني يتقال. لو عجبكم الكلام ده اشكره احمد جدا ان هو ما قتلنيش. انا اشكرك واعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابلوا العرض القادم. يلا سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك. الاشتراك ببلاش وممكن كمان تدخل تتفرج على بقيه الفيديوهات الموجوده عليها. مساء الخير. مش عارف ازيك يا جماعه.